ضمن منظومة التحول الرقمي اللي بتسعى الدولة لتنفيذها وتعميمها في مختلف القطاعات، تم تدشين منظومة موحدة للطوارئ والسلامة العامة اللي بتخضع لمركز الشبكة الموحدة، وتم اختيار محافظة بورسعيد عشان تكون نقطة انطلاق للمشروع القومي لشبكة خدمات الطوارئ. نتابع. منظومة موحدة للطوارئ والسلامة أطلقتها محافظة بورسعيد، حيث شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التشغيل التجريبي للمنظومة العامة الخاضعة لمركز الشبكة الموجودة. تم اختيار محافظة بورسعيد لينطلق منها المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، وجاءت لتكون نموذجاً ونقطة انطلاق لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية، كما حدث في منظومتي التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي، كما أنه سيكون داعم رئيسي لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي ببورسعيد. تم تجهيز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بغرف عمليات الجهات المعنية على نفس الكفاءة لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية. تعمل المنظومة بسرعة فائقة، حيث أنه عند حدوث حريق بأحد محطات الغاز وتلقي البلاغ من أحد المواطنين يتم تحديد المكان القائم بالبلاغ خلال أقل من دقيقة والوصول لمكان الحادث خلال 3 دقائق، وذلك من خلال التواصل بين الشبكة الوطنية والجهات المعنية لسرعة احتواء الأزمة. وتشمل الشبكة منظومة بها موزع مهام اللاسلكي المطور CD ومنظومة المراقبة الذكية اللاسلكية IVS ومنظومة متلقي البلاغات المميكنة CAD ومنظومة التقييم المبدئي للمريض داخل سيارات الإسعاف ومنظومة القراءات الحيوية للمصابين ومنظومة تحديد مكان المتصل آلياً برقم خدمات الطوارئ ALL. ومن خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة أصبح البلاغ مميكاً يتحول من الشبكة الوطنية بالمحافظة إلى غرف العملية الأخرى من خلال جهاز التابلت أو شبكة لاسلكية. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد المنضمنين على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا باشمهندس وأهلا بيك معانا، صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذة جمانة، صباح الخير أستاذ حسام. صباح النور يا فندم. أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. طيب مبدئيا كده لو حضرتك توضح لينا وللسادة المشاهدين مفهوم منظومة الطوارئ الموحدة وما تشملها من خدمات. هو تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، تم اختيار محافظة بورسعيد كأول محافظة في الجمهورية لإنشاء الشبكة بها، فتحت إشراف إدارة الإشارة بالقوات المسلحة المصرية. فإحنا اشتغلنا عندنا في المحافظة بقالنا أكثر من 4 شهور. الحمد لله أول امبارح يوم الثلاثاء كان التشغيل التجريبي لأول سيناريو تشاركي شاركت فيه جميع الجهات التنفيذية والمعنية والهيئات المتواجدة على أرض محافظة بورسعيد في السيناريو التشاركي اللي كان بيدار من غرفة عمليات الشبكة المتطورة الجديدة اللي موجودة بديوان عام محافظة بورسعيد. الحقيقة الشبكة بتحقق مجموعة كبيرة جدا من الأهداف، أولها التعاون والتكامل الغير مسبوق لجميع جهات الدولة المتواجدة على أرض المحافظة باستخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات. يكفي أن أقول لحضرتك أنه البلاغات فيما بعد إن شاء الله عند تطبيق الشبكة على مستوى المحافظات كلها، بورسعيد أولا ثم باقي المحافظات، هتتطبق على رقم طوارئ موحد
بمعنى انه مش هيبقى فيه ارقام ولا للاسعاف ولا للنجده ولا للحمايه المدنيه ولا لاي جهه. الارقام اللي احنا كلنا كمواطنين بنتكلم عليها هو هيبقى رقم طوارئ موحد فقط. يعني ابسط الموضوع شويه، يعني حاجه شبه مثلا اللي احنا بنشوفه في الافلام الامريكاني كلها، بيتكلموا على 911 وبياخدوا البلاغ وبيوزعوه هم على الجهه، اذا كانت اسعاف، شرطه، مطافي، مظبوط كده؟ احنا يا فندم هيبقى 112 رقم موحد على مستوى الدوله، واللي حضرتك هتشوفه في مصر ان شاء الله هيبقى احدث واسرع ومتطور، وعلى فكره دي حقيقه مش مبالغه، عظيم، عن جميع الافلام الامريكيه والغير امريكيه، لانه الدراسه اللي اتعملت والتوجيه يعني من القياده العليا اللي كان جاي ان احنا نعمل تكنولوجيا فيها دمج لمجموعه انظمه عالميه متطوره كمان عنها. ده عظيم جدا. احنا ان شاء الله داخلين على طفره نوعيه مش موجوده. يمكن الشبكه انا بقدر يعني اقدر اقول لحضرتك ان هي هتبقى العمود الفقري لاداره اي طارئ او اي ازمه في الجمهوريه، لان هي بتحقق مجموعه من العوامل. اولا السيطره الكامله للحدث من غرفه عمليات موحده في المحافظه، غرف العمليات كلها بتاعت الاجهزه التنفيذيه اللي موجوده على ارض المحافظه مربوطه ربط امن ومؤمن بنسبه 100% غير قابل للاختراق مع غرفه العمليات المركزيه في المحافظه، والمحافظات كمان مربوطه على القياده الاستراتيجيه اللي موجوده في العاصمه هنا في القاهره. يعني الدوله كلها اصبحت مربوطه من خلال مراكز غرف عمليات الشبكه بمركز السيطره الرئيسي اللي موجود في القاهره. دي نقطة. نقطة تانية يهمني برضو ان انا اقول لحضرتك عليها، انه امكانيات الشبكة في نقل المعلومة تفوق 30 او 40 ضعف الامكانيات المتعارف عليها على يعني على احدث المستويات العالمية. كمان الشبكة بتمكن متخذ القرار او يعني محافظ الاقليم وجميع القيادات التنفيذية، رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات، ان هو يطلع من خلال الصوت والصوره بالاجهزه المتواجده على الارض في مكان الحادث، وتنقل هذه الصوره لغرفه العمليات وتنقل منها للشبكه، مركز عمليات الشبكه الرئيسيه في المحافظه المتخذ القرار، فبيقدر يتواصل عن طريق التواصل المرئي مع جميع العناصر اللي موجوده، يقدر يوجههم توجيه كامل. يعني اقدر اقول لحضرتك انه يعني المعدل التفاعل بقى اعلى. ليه؟ لانه كمان المتخذ القرار في الغرفه الرئيسيه بيشوف صوت وصوره غرف العمليات الاخرى. عظيم. دي نفسها هتفرق في التعامل مع الحدث، ده هيخلي المواطن المصري يشعر بنوع من انواع الطمانينه نتيجه وجود اي كارثه. طيب، انه اصبحت الامكانيات اللي موجوده اعلى من اي امكانيات كانت موجوده يعني صدق. من ذي قبل. تمام. باشمهندس عمرو، بورسعيد دايما بتكون اول المحافظات اللي بيتم بدء المشاريع الخاصه بالرقمنه والتامين الصحي، يعني دايما بتكون اول محافظه، فعايز اسالك سؤال كده، يعني هل ده بتعتبروه حمل عليكم ولا بتعتبروه شيء يدعو للفخر وبتنبسطوا ان انتوا اول محافظه بيتم التعامل معاها في مثل هذه المشاريع؟ الحقيقه ان احنا يعني بنعتبر الاثنين، هو التوجيه لما بيجي لمحافظه بورسعيد علينا كاول محافظه يتم فيها تطبيق مثل هذه الانظمه، فده تكليف يجب ان ينفذ بنسبه 100%. عظيم. فعلى قد ما هو مسؤوليه كبيره، على قد ما احنا طبعا بنفتخر انه القياده السياسيه يعني شايفه انه محافظه بورسعيد عشان التحول الرقمي وعشان التجارب اللي احنا عملناها قبل كده السابقه سواء في التامين الصحي الشامل وهكذا، كلها الحمد لله نجحت يمكن نجاح باهر، فانه احنا على عاتقنا ان احنا اي حاجه تجينا ان احنا نحققها بنسبه 100% عشان نجاح يعني كل المشاريع السابقه. يعني انا برضو احب اطمن يعني الساده المواطنين اللي بيسمعونا انه الدوله دلوقتي ما بقتش اي حاجه كده يعني بتمشي، لا، بيبقى في توجيهات ومتابعه لحظيه من المستوى الاعلى لكل التكليفات، ويمكن التكليف لازم يتنفذ بنسبه 100%. يعني انا ممكن اقول لحضرتك انه يعني معدل تنفيذ مثل هذه الشبكات في اكبر الدول العالميه يتراوح ما بين امكانيات كل دوله من 5 ل 10 سنوات. يمكن التوجيه جاي لنا انه الشبكه تتم
على مستوى الجمهورية يعني في سنتين، يعني فالموضوع مختلف يعني. طبعا يعني احنا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات، وخطوه طبعا مهمه جدا. بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.